يا اللهم صل وسلم على إكرام الربان يا رب العالمين اللهم صل وسلم على أتلاف عبادك العظام
Amen.
محمد ورسول الله أبراهيم من أسمى مرادي من أعمل برب ila irat insha Allah Allah ya biya mana bukatun mu masha Allah
تبرك بسم الله كمان بسم الله اسماعيل جامي كراتون ده لا يريازو كركو جوبا فلا بسم الله بسم الله كان ساي يونيفورم ناي بسم الله ليو تو كاسو كامل كارما كارو هاي الحمد لله بسم الله صلوا على نبي الكريم الله بلازم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أبرأ من حولي ومن قوتي إلى حولك وقوتك اللهم إني تقرب إليك بصلاة على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله تعالى وسلم عليه وصلى عليه وسلم عليه عليهم أجمعين امتثالا لأمرك وتصديقا له ومحبة فيه وشوقا إليه وتجليكا قال يوطفيكا بقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك فتقبلها منا بفضلك وجعلنا من عبادك الصالحين وفقنا لكرارتها على دوام جائه عندك وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله ثم يدعو لله الأسماء الحسنى فادعوا بها بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الغفور العليم الفاتح الباسط الحافظ الراقب المعز المذل الرميء البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم. رب الأرباب
وسلم على الختام وارك لا الوارد في ذكر الصلاة على نبيه المختار to jama'a muna maimaita sanarwa daga khalifa kamar yanda aka ga ya jama'a duka an karanta wato dalailul khairat an kare za ai hutuba halwa yau di ana maimaita ai kokari akawo hadaya ai niyya akawo hadaya ai niyya insha Allah ko yayi niyya abinda duka ya dame shi da albarkacin dalailul khairat da jikokin annabin da kenan kowa ya tawassuli yazo da addu'a kafin shekara zai je karshe za ku ga mustajaba insha Allah wannan shine sanarwa daga khalifa Allah uban ya karba mana ga hadayen matan da kashi nan wace kar kafsa kafsa صلوا على النبي الكريم آمين 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 وسنته اللهم إني أسألك من سنتي وأعوذ من انحراف عما جاء به اللهم إني أسألك خير ما سألك منه محمد
نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما تعاذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم من شر الفتن من جميع المهن منا ما ظهر وما بدن ونقي القلب من الهجر والحسد لا تجعل علي اتباعات احد اللهم اسالك هذا العسل اتعلم ولتارك ما اتعلم واسالك التقبل والزود في الخفاف والمحرج والبيان من كل ظهر والفرج وابي في كل حجة والعدل للغرب ورده وتسليما لما يجري به كداي واكتسادة في الفخر والجنة وتوضع في القول والسرك والأزل اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلفك اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتأمله عنا ومنا بفضلك إنك واسع مغفرتي اللهم نوّ بعلم قلبي واستعمل طاعتي بدني وحلس من الفتن سري بالاعتبار سري وقنا شر وساوس الشيطان وجلنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان اللهم إنا أسألك من خير ما تعلم وأعوذك من شر ما تعلم وأخبرك كل ما تعلم إنك تعلم ولا تعلم وتعلم اللهم في زمان هذا عدد من لم يصلوا عليه صلى على محمد وعلى آل محمد كما تنبغي صلاة عليه صلى على محمد وعلى آل محمد كما تجب صلاة عليه صلى على محمد وعلى آل محمد ما أمرت أن يصلوا عليه صلى على محمد وعلى آل محمد الذي نوره من نور الأنوار يسير العسرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل البيت الأبرار الأجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل بحر الأنوارك معدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام خدرتك خاتم نبيك لا تدوم بدوامك وتبكين ببكائك صلاة ترديك وتبكين وترجي بها عنا يا راهبين اللهم رب اهل الحرام ورب المعشر الحرام رب البيت الحرام رب ركن المقام أبلغ سيدنا محمد إلا السلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وهين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أتي تراس الأرض ومن عليها وأنت خير
وارثين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، نازل الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فلا تفتح لنا أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، تقول لنا بها وليا ونسير، أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق هذه إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا الله يا ميسر، يا الله يا ميسر، يا الله يا ميسر، يا ميسر، يسر علينا كل عسير وارزقنا في الامور الكبير ببركة النبي مصطفى صاحب الكرامات صاحب الفضيلة العين والرحمة رب العالمين. فلا تنجنا بها من جميع الاخوال والافات، وتنجي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك اعلى درجات، وتبلغنا بها افضل الغايات من جميع الخيرات، من جميع الخيرات، من جميع الخيرات، حيات لبعض المامات على كل شيء. حرسنا حرسنا يا الهي انك على كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله قدر ومقدار عظيم. صلاة كاملة تامة جليلة مقبولة دائمة من دوامه، ولخ الله مضاعفة بالعافي العافي العافي على في ما في علم الله، مضروبة بنفسه على سر كل بسر كل بسر كل بسر أم القرآن، سرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل زهرك ورفعنا لك ذكرك وإنما العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستغفر بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سر الصلاة الفاتحة، فاتحة صلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة إلا قضيتها ونسيتها. يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أمامنا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول أبدا،
والشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر هذا الدين على الأعداء، اللهم اجعل هذه البلاد من خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التنا. اللهم رد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم اصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين، واهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا من إذا ضاق الفضاء وتراكمت حمل الدواهي فرجتها بدقيقة من حسن لطفك يا إلهي. اللهم ارزقنا سعادة القلب وطمأنينة النفس وسكينة الروح. اللهم اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك. اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب العالمين، اللهم اجعل في هذه الليلة المباركة كل من كانت له حاجة أن تستجاب. اللهم اجعلهم يا رب العالمين في حماية القرآن العظيم، في حماية جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حماية جدنا الشيخ تيجاني وجدنا سيدي علي حرازم، في حماية الشيخ إبراهيم نياس. اللهم كل من ليس له العمل أن يجد العمل، وكل من كان مريضا الله يشفيه. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم يسر لهم زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وزيارة القطب المكتوم ضريح الشيخ تيجاني عدة مرات، وزيارة الشيخ إبراهيم نياس إن شاء الله. اللهم بحق الفاتح لما أغلق افتح لنا باب كل خير فتحته على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجاه الخاتم لما سبق اقسم لنا بخاتمة الناجين الراجين الذين قيل لهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وبجاه ناصر الحق بالحق انصرنا على جميع الأعداء، وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم اهدينا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم بارك لنا في جميع الشيوخ والأئمة والمقدمين والخلفاء، اللهم احفظهم ورعاهم حتى يزيدون في نشر هذا الدين الإسلامي ونشر الطريقة الأحمدية التيجانية. اللهم زدهم من الأنوار والأسرار والبركات، اللهم افتح عليهم بحور الخيرات والبركات، اللهم اكسوهم حلل بهائك بمنك وكرمك إن شاء الله. بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أقربي مخداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أقربي مخداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أقربي مخداري العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. To jama'a za a kira sallan
aiza ai sallar isha insha Allah sa'annan a ci gaba da maulidi yan kare sallar isha an jara zama sai a ci gaba da maulidi insha Allah so shi ladan ka kira sallah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa man asana qala man da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فاتحة صلاة الفاتحة.
حمله ونبقه ونبقه من أعداء كلهم شرهم ولنا شرهم أمرنا متذميرا عينا من قيدهم وشرهم عينا من بغرهم بيناهم المعتلين يا سبب الله أكبر سيف الله كاتبه لدينا في كل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت العرش العظيم. آيات الكرسي. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم السماوات ما في الأرض ولا في السماء إلا الذي علم ما دون ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا. اللهم انصر هذا الدين على الأعداء. اللهم اجعل بلاد غانا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التنا. اللهم رد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم اصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين واهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا من إذا ضاق الفضا وتراكمت حمل الدواهي فرجتها بدقيقة من حسن لطفك يا إلهي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجري يا رب لطفك الخفي في أمرهم وأجري يا رب لطفك الخفي في أمرهم. اللهم بارك لنا في جميع الشيوخ والأئمة والمقدمين والخلفاء حتى يزيدون في نشر هذا الدين الإسلامي ونشر الطريقة الأحمدية التيجانية. اللهم افتح عليهم بحور الخيرات والبركات والرزق الواسع والأنوار والأسرار يا رب العالمين حتى نراهم في أعلى عليين. اللهم كل من لم يذهب إلى الحج يسر له زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسر لهم زيارة الشيخ إبراهيم نياز في قوله وزيارة الشيخ تيجاني رضي الله عنه. اللهم اشفي مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اجعل هذا المولد لا يخرج أحد منه حتى يستجاب دعواته إن شاء الله بجاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العقل بالحق.
صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتأثير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشكرا لله. سادة غوديا غا الله صلى الله عليه وسلم دا wannan neman da mun ka samu to do jama'an da aka taro anan muna da dadin kai sosai wai gishire ba zai yabe kanshi ba to amma dai bayan mu ba kon da kuka gan yazo yana ba mu sallah ba wai mun taba haduwa bane ba inda muka taba haduwa labarin majalisin mu ne yaji daga London UK inda muka yi maulidi tashi yaji majalisi ba ko yana babban ba ko ni daga Ghana ya sauko ba mu san da zaman shi ba to inda ya samu labari muna da majalisi daga tashi she yazo an ka dauke shi Facebook to daga UK wani ne ya sando message wai ina mun kai muka samu bakonga wai Khalifan Ali Harazim shi kuma Sheikh Ali to kun gani wannan sirre shine Khalifan Sheikh Ali Harazim Ali Harazim me jawairul maani shine ya fabe mu ya rubuta shine kuma sirrin Aliyu da kutubaniya shine na Sheikh Tijani Ali Harazim ya zama Aliyu ga Sheikh Tijani Aliyu Sisi ya zama Aliyu ga Sheikh Ibrahim Yas Sayyidina Ali Abi Talib kakanmu ya zama Ali ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so akwai sirri sosai ban san shi ba da lokacin iskan maulidai ya nayi kai Allah ya turo mu nasi ina dai zaune ne na gan ya shigo babban imamu yayi izini yayi magana batun majalisin da zan yi shi man da ya tashi ce a sha kai shi mun kare can da za yi tafiya yaji wai ina da majalisi nan nan kuma yau domin wancan majalisin wurin shi ya girme nan na Sheikh Abdullahi Gwamda maulidin da muka yi tashi wan sati da yake nan wannan shine na biyu yace tunda dai wan kuma ya samu labarin shi a cancel ticketin shi she ya saura ya zo yayi majalisi da mu sannan ya tafi Allahu yasa kar ku makan kulowa kun gan shi abin tawassuli ne jinin annabi sallallahu alaihi wasallam jikan manzon Allah babu wani ya gane shi daga Britain suka kira suka ce ah ka samu bakon ga sun gan su ni da shi cikin a can laso taruwan suka gane shi suka bani labarin sa ban san shi ba to yasa duk komin da ko abin da Allah ya kai dai kai tawassuli shi abin tawassuli ne ehe ba wai yana nyuwa bane president toti ko manyan manyan muta babban bako ne garin ga hada ya koyan da za a yi duka kana iya kai shi abin tawassuli ne ya saukar da kanshi kasa kun gan tarekan mu Tijani abin ladabi ne leta za ku gane shi wane ne sai ku gan yanda ya ladabtar da kanshi a tsare da mu anan so har Turai UK an bani tahirin labarin shi ana neman shi yasa yana tare da mu anan da muka zo nake abin da ya zama ba mace daga wannan tashi can zawuya makiyan majalisin zikir sun lalla sun so su rusar da murin haka ya zo ciki wurin na mu da shi muka shiga ciki muka yi majalisi yayi kyau har yan Turai na magana da wanda suka gane shi suka bani labarin shi yau kuma ya zo tare da mu to shi yasa Allah ya kare kiyaye shi kuma shi kuma abin tawassuli ne duk ko wanda ke da bukatun sa mai dadin kai ne ko wanda yake anan yasa do labarin da yake akwai kenan kuma bayan wannan muna da mukaddamai da sarakai mu dukan da suka zo nan Allah ya kara musu nasara Allah biya bukatun su Allah kara musu dadin kai
daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkacin yau duk muradayen mu da su duka kamin shekara Allah cika musu muna da sarkin domi dan wana masoyi na Alhaji Murtala shima yana nan sarkin Savulgo limamin Savulgo babana Alhassan shima yana nan gashi muqaddami Alhaji Basiru Madina su duka suna nan to shi yasa wanga zamana albarka albarkacin sa Allah gyara lamuran mu da ku duka mun daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa ba kon mu ba zai jima da mu ba mun ka kare alburda dan ayi haifuwa shi zai sallame mu domin shi babban mu ya je huta mu ci gaba bayan haifuwa sai a bada tarihin manzon Allah maluma su yi magana da addu'a yasa program mu yanda zai je kamin karfe 10 insha Allah samu mu albarkan zaman Allah ya ba mu insha Allah labarin da yake akwai kenan sallu ala nabi karim salatu ala nabi karim maluma su zauna kan kujera to jama'a an jara zama akan kujera maluma su zauna kan kujera يا شيخ تريد أن تجلس هناك أم هناك؟ تو أجار زما إن شاء الله زا أشجدا حركة يزو أنكار صلاة إيشا يزو البرودة زا أكرنتا سوى شيء إن ما ده هو هي أشجو غاسر كم ما ده هو هي أشجو حجي بابا إيه Baba Ustaz yana nan insha Allah to sauran manyan manyan maluma a jara zama za a sha alburda kuma insha Allah an fara raba abinci wanda ke jin yunwa ya dan warware to yana fito waje to yana fito waje النبي محمد وسوم الى ذاته ما شئت من شرفي وسوم الى قدره ما شئت من ذمي فان فضل رسول الله ليس له حد فيرب عنه الناتق بفمي لو ناسب قدرته آياته إزما آي اسمه هنا ينوى دارس الرمم النبي محمد مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمي تذكري جيراني بجي سلامي ما زشت دم جرى من مقلة البلامي دائما أبدا ذكر إمي عم غابت الريح من تلقاء قازمة وأومد البرق في زلماء من هدام نائما أبدا يا رسول الله فما لي عينيك إن قلت كفوفا همتا وما لي قلبك إن قلت اكتفي يمي صل وسلم دائما أبدا يا حبيبك خير الهدي كلهم يا سبو سبو أن الحب ملك يتم ما بين منسجم منه ومقترم دائما أبدا إمي لولا
الجلح ولم تري دمعا ولا طللي ولا ريت لذكر الباني والعالمين. الله يصلي وسلم دائما ابدا ذكر على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك هدول الدم والسقم. دائما ابدا أثبت الوجد حتى عبرت الودنا مثل البغار على عديك والعلم. دائما أبدا أما أنا أمصر طيف من عوى فهرقني والهب يطرد لذات بالعلم. دائما أبدا لاهمي في الغوال وزري معذرة مني إليك ولو أسفت لم تلومي. الله يصلي وسلم دائما أبدا عادتك غالية لا سر بمستتر عن الوشاة ولا داعي بملتم. وسلم ذكر على حبيبك غير الخلق كله. اللهم هاتني نسأل لكن لست أسمعه إن المهب عن الغزال في صمم. الله يصلي وسلم دائما أبدا تاني نسخة لكن لست أسمعه إن المهب عن الغزال في صمم. وسلم دائما أبدا إني تغمت النسي عن شيب في غزلي وشيب أبعد في نسي عن التهم. أبدا فإن أمارتي بصيمة أزاد بجان غازي نزي من شيب والحرم. دائما أبدا أعلم أني ما أوكره كتمت سير بداني من غب القتم. دائما أبدا على حبيبك خير القلب. ملك برب جماع من غوايتها كما يرب جماع والهيل بالجميع. الله يسلم وسلم دائما أبدا ملك برب جماع من غوايتها كما يرب جماع والهيل بالجميع. دائما أبدا ولا عادت من الفيل جميل كرا طيف ألم براسي غير متشم. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده أنت بأكيام أبان مولده أنت بأكيام.
بان مولده أنت بقنصره الله بان مولده أنت بقنصره ياتي ومبتتئ منه ومبتتمي دائما أبدا إمين أبانا مولده أنت بأنصره ياتي ومبتدئ منه ومبتدئ وسلم دائما أبدا إمين يوم تفرص فيه الفرس أنهم قد أنذروا بغلو لبوس والنقم دائما أبدا إمي وبعد إخوان كسرى وهو منصدم كشمل أصحاب كسرى غير متشم دائما أبدا إمي والنار حامدة الأنفاس من غصفي عليه والنار ساد العين من صدمي دائما أبدا إمي سمرد عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وسلم دائما أبدا إمي وآلي وصحبي ثم تابعين فهم على التقى والنقى والعلم والكرم من أبدا إمي بجاه من بيته في طيبة الهرم واسمه قسم من عزم القسم أبدا بك خير إمي وهذه بردة المغتال قد غتمت والحمد لله في بره وفي ختمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله إمي بجاه من بيته في طيبة الهرم واسمه قسم من معظم القسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله إمي وهذه بردة المغتال قد غتمت والحمد لله في بره وفي ختم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله إمي أبياتها قد أتت ستين مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله إمي أبياتها قد أتت ستين مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله إمي أبياتها قد أتت ستين مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله إمي أبياتها قد أتت ستين مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله إمي جاءت
لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليهم على ساق بالأقدم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليهم على ساق بلا قدم. أولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده أنت بأنسره يأتي ومفتتئ منه ومفتتمي. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوز به سواك عند هلول الأنس العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يجيك رسول الله جاوك بي إذا الكريم تجلى باسم متقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يجيك رسول الله جاوك بي إذا الكريم تجلى باسم متقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يجيك رسول الله جاوك بي إذا الكريم تجلى باسم متقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك دنيا ودرتها ومن علومك علم اللون والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنتي من زلة العزمة إن الكبائر في الكفران كاللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنتي من زلة العزمة إن الكبائر في الكفران كاللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللون والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولطف عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأحوال ينوزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأصلي صبي صلاة منك دائمة على النبي بمنعال ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله رايا مكنذكري ككشي مموناتي كنذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله وسسي سنكي تكين كبري ستنا سنبات الأمري لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله فاسكرو نوبانجي جي فدا أسكر كرو إن كنا ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Allah washkuri kuigodia agari kukika Urichi kuyo zikiri Allah jamaa Allah yasamu kulamu bihu Runnamu yo zikiri Allah domi kaine hakimu gwani kaine Sariki guda utiri Allah baraha madakai muke faari Kome muke sogare ka akwai Batas Waiba abin tokofa waijin haushin munazikire la ilaha illa allah la ilaha illa allah kasa rasulu yazamo shedam mu akan munazikire la ilaha illa allah la ilaha illa allah qur'ani ya ishe mukula shikan sa ke kira zikire la ilaha illa allah Allah kadauka kashehu na kaula gashi shuga banzikire la ilaha illa allah la ilaha illa allah yazo aciki hadisin annabi man zo sayyidil bashari la ilaha illa allah la ilaha illa allah imban damara rabo husuna wake suka akan zikire La ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Imbanda mararabo husuna wake suka akan zikire La ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Babu mai suka akan zikiri daga wa sai marafikire La ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wasu sai sun kai cikin kabari sutuna Sumbata al-amari La ilaha illa Allah la ilaha illa Sa Allah rayamu kan zikiri Kakashi mumuna chikin zikiri La ilaha illa Allah la ilaha illa La ghaila Allah La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulu Kakan shihuna tijani La ilaha illallah La ilaha illallah Kwansa Muhammadun Rasulullah Kaka yeuna tida Allah hasbi bi barir rahufi Hasbi bihi wa kafani Hasbi bihi wa bita Hasbi bi shayhu tijani La ilaha illallah Hasbi bihi wa kafani Hasbi bihi wa bita Hasbi bi shayhi tijani La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasuluka kan shayhi tijani Allah qalbi lagha wa marami wa qalbi kullani rabbil fadariq bayda sur'ata dun tawani la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasuluka kayyuna tija allah la tasbita annal aghadi ولا تواسم جناني فجع الفؤاد القساري ولا تسيء الكباني لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأعلم رسولك كجمنا تجاه وجاي شيخ وأصلي ولدخال المكان الغاجة دنيا الله باجتي تون الأواني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسولك كيشونا تجاه
أسفلي كل الشقوى والتفدي هذا الأماني بجاي خير البرايا وجيش وتجاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسولك كنش ونتيجة الله ولتسفلي كل الشقوى ولتبدي هذا الأماني بجاي خير البرايا وجاي شيخ تجاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسولك كنش ونتيجة علمت ربي يقر مقامي سرعة في ذا الزمان مثل البئر سلمسل سرعة دون تواني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسولك تنشب نتيجة ياتي ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر الله هو الفيد لا يفى على ما تبصر ومن شاء ياتي ذكر ومن شاء أنكر سابق المولي مدينة قولاه ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر سابق المولى مدينة قولاه ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر الله وغسابه المولى مدينة قولاه ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر الله ونانه دام شيء إبرهام قولاه ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر الله أمنا بفعل شيء إبرهام قولاه ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر أي وما كنت غاسا دون إذن وإناني ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر الله وما قلت هذا دون إذن وإناني ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر الله لأكتم سير الله يباه لغيري ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر الله تنورته حتى تحيرت إنما لا إله إلا الله وما شاء الله جلال رسول الله حير فقريا لا إله إلا الله وما شاء الله ومن سر هذا ملت شوقا ومجرما ذكر ومن شاء أنكر على عدد اشتياقا إن زلت تدليا ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر ألا فمن لي بوصلي للحبيب وليتاني ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر له جوير فيها ليس فيه تمنيا ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر الله ومن شاء ياتي ومن شاء أنكر إيه حبيبي أبا إسراك برا إيه حبيبي أبا إسراك برا ونانو قدام الشيخ برا الله أمنا بفعل الشيخ الله ونانو قدام الشيخ الله أمنا بفعل الشيخ الله ونانو قدام الشيخ
الله أمنا بفيل غوسي برحا الله أمنا بفيل غوسي برحا الله الله عباد الله 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 عباد الله 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 عباد الله كبير يندي حاجي عبد الله كبير يندي حاجي عبد الله والحسن ناصر دين الله على الله الله عباد الله كبير يندي حاجي عبد الله والحسن ناصر دين الله على الله عباد الله الله عباد الله الله كبير يندي حاجي عبد 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 الله كبير يندي كوتشي حاجي عبد الله كبير يندي حاجي عبد الله الله كبير يندي حاجي عبد الله والحسن ناصر الدين الله على الله عباد الله 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 كبير يندي حاجي عبد الله والحسن ناصر دين الله الله عباد الله 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 مترجم خير لدى الناس احمد بابا فوليه ناس الله عباد الله الله أولهم حوسى وآل زرما كزاد غنبل خير فيهم أما الله عباد الله الله وجاءني يربا كذا كموشي ووانغرا وجاءني منبرشي الله عباد الله الله كذا كوكوتوكولي وفرفرا اتوشو ابراهيم كذا كوكوتوكولي وفرفرا اتوشو ابراهيم كذا كغنجا ومن الفيدر واو الله عباد الله 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 عباد الله الله أولهم أميره الكبير نانا بيرمبي أمره شهير الله عباد الله أبى القلب إلا أن يكون متيما خليفة غرامي بالنبي مهيما عبيت بليلي تمسارا مرشدا لذكر الذي كتب برءا ومختما وساجل فيه الفرق ليلي وجيرتي النبي محمد نيام وجفني كالمزان بمغرمة ونزم درا لم في ذكر وصفه وعاسم بوصف البدر درا منزمة محمد مفتاو الفتوحات سيدي وهاتم السلق الرسل ختما مقدمة به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الحضرات وقر وعزمة رسول من المولى النبي محمد رسول من المولى النبي محمد رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعزما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعزما فنشأته كنز ليطلق وعده
لذاك أتانا قاسما ومقسما فأي جميع الرسل أي محمد فمنه إليه كل شان مؤمما مواجب رب العرش طه محمد ورامته وهو الرحيم فأكرمه بشير نذير مقسط وهو قاسم جواد كريم باسط كف منعما مكفى أمين وهو في رسل مجتبى حبيب إله الأرش بدءا وما أخدم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الدجال إذ كان مظلما قلوب جميع الخلق آيا بنوره وألسنهم آيا فزكى وعلم ووالله النبي محمد ووالله وبالله وتالله لا تلفي لأغمد ثانية فأغمد فرد جوهرا لن يقسم عليه صلاة الله ثم السلامه مع الآل والأصحاب كرام ذوي النمى فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطه حبيب الله ما الغير ما وما فوقتي وساعتي صرفت لذكره صلاة ومنها منه قد سرت جيلما فمن رام درقي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستعالا محرما سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الما صلاتك المستقيم على آلي أخي قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الما الخاتم الما ولا ديلا سراتك المستقيم على آلياك قدر مقدار للازم اللهم صل على خلق ولخاتم الماء ديلا سراتك المستقيم على آلياك قدر مقدار للازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على نبيك صلاة على النبي انا اغرغوتي بابا استاذ الله كرمك البركه امين قال البركه امين او جيبت منزل الله صلى الله عليه وسلم با ان زكاي شدي ka jikiya Musa sa albarkacin wannan hadara Allah biya bukatar mu duka Allah gyara lamuran mu duka anan hawayen kowannin mu anan albarkacin yau Allah ya share sa Allah sa tawassulin da kowa da muradin da kowa zai yi kamin shekara Allah ya cika shi daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh za dai diga program ba kon mu yayi muna yayi kokari yana nan kuma mai tafiya ne kuma babban wannan yayi zamani da Shehu Ibrahim Yas shi da ubansa sun ka kai wannan jawair al-maani hannun shi sun ka ba Shehu Ibrahim to yana zaune nan shekaruna nan to shi yasa albarkacin nan ya kawo shi anan to zai sa zamu izini shi ma zai roki hanya bayan haifuwa yaje ya samu yana da tafiya da plain gobe kuma saboda wanga majalisi ne ya postpone bai tafi ba sai sa ya kare shi sallame mu shi aje a saukar da shi ya somo mu ci gaba da harka maluma da dama nan an yi zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai muna addu'a insha Allah ya karba muna sa zancen da akwai kenan yasa ba da jimawa ba za ba mai haifuwa Sheikh Ibrahim Anyas gashi a kusana rijalul lahi no Allah da kan shi rijalun latul tijaratun wala bai'un an zikrullah mazaje kenan aboye kullun Allah kara mishi albarka Allah kara mishi kwarin giwa Allah kara mishi lafiya insha Allah ya karbi speaker ya muna haifuwan manzon Allah kuma bayan wannan an samu abada tarihin manzon Allah da malumma ayi addu'a insha Allah kafin karfe 10 dai insha Allah mu tashi dai kun Allah sallu ala nabika salatu ala nabil karim shawaya ce za da kabin magana a mika ma mawlan mu a Sheikh Ibrahim
zai muna muhadara sannan ya haifa mana da Annabi Muhammad don shi kowa ya bada aron hankalinsa anan kamar yadda Shehu mu Halifa Sheikh Alhaji Umar Faruku yayi zance akan wannan bawan Allah Maulana mu Sheikh Ibrahim ina ji Maulana mu Sheikh Ibrahim in ya sauka Madinatu Qaulaha kamar mu kamar abin magana bai sa takalmi kafan shi nayi shedan wannan ba daya ba ba biyu ba ba hulla kan shi ba takalmi haka yake yawo har ai maulidin Shehu Wakari ya koma haka Maulana mu Halifa kuma in ya sauka Qaulaha to zaka ganshi da hulla ba mayafi tare da shi ya kai ziyara wurin Imam Sheikh Tijani Sise bayan ya fito kuma ya kai ziyara wurin Sheikh Tijani yes lokacin ashi shine Halifa to duk fa baro siwahu ma lana fihi mashrabu famin nurihi alkaunain min gutafajarat ulumu jami'i rusul wal kullu yashrabu huwa alkamil almahmud maulana Shehu Ibrahim رسول والمنى وأنت غبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله عظيم بأنه عظيم لخير الخلق خلق معذب كقدره ومقداره العظيم سيادات الآباء الكرام حضرة المولانا السيد الشريف تشرفنا بقدومكم كثيرا الحمد لله سيدنا خليفة شيخ عمر الفاروق إمامنا من يندي أبائي الكرام إخواني في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته jama'a Allah subhanahu wata'ala yake cewa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wato zaman ga da muka yi a yau zamane na godiya ga Allah zamane mai girma maksudin shi zamane saboda fiyayyen halitta shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fara da wazifa wazifan nan da munka soma da shi kamar yanda Maulana Shehu Nazif yake faɗa cikin Yaqutatul Farida yace fabhas nafsaka fi hadhihi al-kawn fa in lam tajid nafsaka fi tariqati tijaniya yace fabki hasiran ce kowa ka tashi wannan zamani da muke ciki ka binciki kanka wallahi in baka samu kanka cikin wannan da'ira ba ko kai kuka ka ta kuka kai hasara to saboda shi ya kamata mu yi ma Allah subhanahu wataala godiya kuma bayan haka kuma gajinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi tare da mu kuma bako ne ya zo mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'an mutum uku nan da nan Allah yana karba farko addu'an iyayenmu na biyu addu'an mara lafiya na uku addu'an matafiyi gashi nan jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam jikan Maulana Ali al-Harazim kuma gashi bako ya zo muna zaune tare da shi a sai mu gode ma Allah subhanahu wataala wato da farko dai waye Ali al-Harazim tukuna wanda yake kakansa yo dukan mu da muka taru nan ga almajirai na Maulana Shamsu Tijani radiyallahu ta'ala anhu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin hadisi al-Qudus yake cewa wai faksusil qasasa la'allahum yatafakkaruna to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin Qur'anin sa mai girma yake cewa faksusil qasasa la'allahum yatafakkaruna yace ku bada tarihi saboda mutane su yi tunani farko dai Maulana Shamsu Tijani radiyallahu ta'ala anhu a tarihi dai kowa ya san sa wato lokacin da yake tilmisan da ya niya wato ya je ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka lokacin wato Allah subhanahu wataala
sirrin la ilaha illallah mutun daya ke rike da shi sirrin la ilaha illallah lokacin sirrin la ilaha illallah yana hannu Abdullah al-Hindi kuma shi Abdullah al-Hindi wato ya buka shi ga Shehu Tijani kamin ya bar duniya sai kuma gashi lokacin rasuwansa kuma ya kai she ya roki Allah ya kara masa shekara daya saboda ko ya samu ga Shehu Tijani to sai Allah kuma ya anshi addu'an sai ya kara masa lokacin da Shehu Tijani ya zo maka yana gindin Kaaba lokacin an sanar da Abdullahi al-Hindi wanda kake jira ai gashi nan ya zo gindin Kaaba shi wannan Abdullahi al-Hindi ya aiki almajirinsa wajen Shehu Tijani gindin Kaaba ya nuna masa dukkan sirrin Allah dake hannun Abdullahi al-Hindi an bashi riko ne me shi ya zo yana gindin Kaaba shine Maulana Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu to kamin Abdullahi al-Hindi ya sauye da Shehu Tijani lokaci ya riga ya kai sai ya rubuta wasika ya ba Shehu Tijani kai ne watan magajin dukkan sirrina lokacin da Shehu Tijani ya zo Abdullahi al-Hindi ya hada shi ya ce ya je gindin raudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da Abdul Karim Sammani wanda yake sirrin yana hannun shi a ba Shehu Tijani kayansa da Shehu Tijani ya zo ya hadu da Abdul Karim Sammani gindin raudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam she ya ce ma Shehu Tijani zaka shiga halwa amma ka gaya ma Allah duk abin da kake bukata amma ana gwada wurin Shehu Tijani bai shiga halwan ba amma ya roki Allah abu biyu farko Allah ya sa ceton dukkan al'umman duniya ma sabon Allah Allah ya tabbata shi tabbatar da shi cikin hannunsa shine dari kan ga da muke kai sa'annan na biyu kuma ya ta ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kazatan lama naman ya ta ganin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda Shehu Tijani ya roka kawai kenan da Shehu Tijani ya bar Madina ya je Masar ya je ya hadu da Abdul Karim al-Kurdi lokacin shi ma babban malami ne wanda yake daga Masar babu iya babu irinsa to shi ya anshi bakoncinsa ya zo ya kai wato kowanne irin tambaya aka zo aka yi ma shi wannan bawan Allah wanda ya gagare shi Shehu Tijani ke bada ansa da aka ga haka she aka so a daura Shehu Tijani ya zama shugaban malumman Masar duka baki daya to shi ba abin da ya kawo shi kenan ba to ana nan da Shehu Tijani ya je haka sai ya tashi ya bar Masar ba sallama da ya bar Masar ba sallama ya je gari da ake kira Abisam Guna daga nan ya tashi zai je Shalala to lokacin bawan Allah ga dake zaune bawan Allah ga dake zaune wato kakansa Maulana Ali al-Harazim shi Ali al-Harazim ya dade da yayi mafalki Allah ya nuna masa Shehu Tijani shine shehinsa amma bai sanar da Shehu Tijani ba ana nan lokacin da Shehu Tijani ya bar Abisam Guna za shi Shalalan nan to lokacin ya sadu da Ali al-Harazim lokacin Ali al-Harazim yana cikin harkan kasuwanci na batun arziki Shehu Tijani ya kire shi da ya kire shi da kirma da ya bar harkan shi ya zo wajen Shehu Tijani dama ya dade shi Shehu Tijani yake nema da ya zo wajen Shehu Tijani abinda ya kayatar da shi ya bashi mamaki ya ce ka dade kana jiran wanda ake ce shi Shehu Ahmad Tijani ko ashe ya rikice ya Shehu Tijani ya sani don abin ya dade yana tunane ina zai sanar da Shehu Tijani she Shehu Tijani ce to yau ga ka sanar da shi ni da Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu kamar yanda Halifa ya faɗa mana farko sirrin guda ne kamar Maulana Sayyidi Aliyu karamallah wajaha yanda yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sirrin shine watan Maulana Ali al-Harazim ya gadi wannan sirrin
yanzu shi ma shine Aliyu Maulana Shamal Tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda yake abin yana intikali yazo Maulana Shamal radiyallahu ta'ala anhu shi ma yazo wannan sirrin guda guda ya kuma wajen Sayyidi Aliyu Sisi wato wannan bawa Allah da muke zaune tare da shi nan duk addu'an da ya mana wannan ba shakka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko karbabba ne saboda shi kowa da Allah ya kaddara yana nan ga ya dace dukkanmu nan mabukata ne kowa akwai abin da yake bukata wurin Allah to annabi ya gaya mana ya ce du'aul musafir mustajabun addu'an matafiyi abin karba ne balle irin wayan ganga mutane jinin Maulana Ali al-Harazim ashe mun dace to kuma yau saman gaje mun kai karka duba wanda ya gayyace ka ka dubi saboda wa ka zo nan saboda wa kuke zo nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau idan mun ka duba khalifa Allah kan ban kasa shine Sheikh Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu sana khalifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin addinin sa shine Sheikh Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu sa'annan halifan Shehu Tijani cikin ɗarikan sa shine Sheikh Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu tajamma'a Sheikh Ibrahim ya tara komai da komai ne Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu rayuwar shi duka kaf bai da wani abu banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da masoyi da makido kowa ya shaida haka akwai rana Maulana Shahsan Sisi radiyallahu ta'ala anhu yana cikin plane she ya ji wayansu indiyawa suna zargin Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba ku wani bakin mutun daga Senegal ana ce shi Sheikh Ibrahim wani tafan shi duka in ka duba yanda yake zance da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma wuce abin nan ka ce ma shi da annabin tarama ka ce ma kai shine annabin Sheikh Hassan ya dube su ya murmushi yana sauka sai ya ba Sheikh labari to Sheikh Ibrahim kuma ya da wani wato abin nan ta ada da ya shi zance wanda ya to ya kai cikin baiti yake cewa ya lubuna ni jahalan suna zarge na a jahilce yace wa ya kanto anna man tajarra'a bimi ishari ma zuktuhu sabba yace suna zarge na a jahilce yace amma na san gance dukkan wanda ya konkwadi watan 10% cikin abin da na konkwadi game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai haukace ne shehu ya gaya mana yace fa waqti dukkan wakataina wa sa'ati da dukkan sa'o'ina yace saraftu li zikrihi na ƙara da shi da cikin ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan ina ma annabi salati umadahan ko kuma ina yabon sa shehu ya ƙare cin rayuwar shi duka cikin salatin annabi da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam yace sirtu jailama saboda haka na zama wata taularo duk duniya inda ka tafi in ka daga kai wannan taularuwan zaka gani yau jama'a don Allah a nuna mana irin Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu babu mutane da suka hauka shi ai sallah aka aika zaka za kai shehu yake cewa walau lalti zazi fil jinani li nurihi yace la ma hanna nahwa al khuld li kulli mubassirin aljannan da ake ta fama yace wallahi in ba don aljanna ya zama mazauni ne da Allah ya kaddara na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace ai aljanna ai ba wurin shiga ba ne amma ga dukkan mai idanuwa saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shehu yake ce mana yace tajalla biyal mahbub haqqan wa qala li abraham abdu zati fi kulli hadratin masoyin nan yayi tajalli ciki na ya gaya mini barhama abdu zati kai barhama wato bawa ne na zati ce fi kulli hadratin cikin kowace hadara Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yakan shiga wajen hadaran saboda haka zaman mun ga duka kowa
da irin kallon da yake mashe Ibrahim kuma duk yanda ka kalle shi duka haka nan ne akwai wa'anda makamin suna kallon shehu inda yake cewa Allah subhanahu wataala ya kwankwashi zuciyana tajalliya lokacin Abraham yake cewa fa subhana rabbi dakka ruhi tajalliya to akwai masu ganin shi Ibrahim kan wannan hadara Allah subhanahu wataala yayi tajalli cikina lokacin Abraham dakka ruhi tajalliya lokacin Abraham zati ne kawai lokacin da ya shiga cikin wannan hadara in ya ga dama kuma ya sauko cikin wata hadaran kuma ya ce walau sawwaruni fil haqiqa ya ce lam yarau inda zaka dauki kamera ka dauki hoto na haqiqa fa law sawwaruni fil haqiqa wallahi wallahi ga shi Ibrahim ba wa za ga shi wa shakhsin habubin jikin masoyi nan shi zaka gani bihi na tabatta'u ai da shi muke jin dadi walau sawwaruni fil haqiqa lam yarau siwa shakhsin mahbubin yace bihi na tabatta'u an kuma shehu ya ga dama ya fito cikin koma cikin wata hadara kuma shehu ya zo Kano Najeriya ya ga jama'a maddal basar duk inda ka tada idanuwa mutane ne sai ce wa aina barhamu ya tambaye kansa to ai mini gafara do wanda yake nan karatu ne muka zo yi kuma wurin karatu ba a rowa za a mara ma wannan filan nan da ya tabo Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala no kun gane ba abin wasa ba ya zo a kasan Ghana yana ce wannan kasan yandi ya ja albarka ya ba Ghana saboda me sunan nan ba shi Ibrahim tun wannan lokaci bawan Allah shi kuma jinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sheikh Abdullahi Agwamda shi ya gaya ma Sheikh Abdullahi Anyas wannan bawan Allah ga ran da zaka haife shi ga inda amma sunan da za mu bashi Allah ya manzan Allah albarkaci manzan Allah ya sauko ummika maka ga sunan nan to sai sa Sheikh Ibrahim na araye ba suna bayin Allah an san shi wanga tarihi ko kaula a taiba yana kwance Sheikh Gwamda yayi sunan da Allah ya sauka ya jima Allah ya saukar da sunan mai zamanin she ya aika aka kaima uban Sheikh Ibrahim to yasa Sheikh Ibrahim yana araye an san da zaman shi tun ba suna tarihin kakanmu Sheikh Abdullahi Gwamda shi yayi wannan sunan da an ka sauka mishi aka bayar aka bashi Sheikh Ibrahim abin sunan da Allah ya so kenan sannan aka ba Sheikh Abdullahi Nyas ranan da almajiri ya shiga gidan ranan aka yi haifan bawan Allah yasa Sheikh Ibrahim gaskiya na tare ba bayin Allah an san shi amma ba suna tukunna yasa ana karfafa masayi maganan da ya zo kai don karatu ne a kwance nan kaulaha an san wannan yasa abinda yasa shehu ya zo da karfi yana zuwa yandi har ya zo ya shiga dakin cikin sakandaren batun madaran nan sakandare ya aika Sheikh Gwamda ya kawo madara aka dama madaran an dama madaran nan Sheikh Abdullahi Gwamda cikin dakinsa Sheikh Ibrahim na shan madaran nan yana ganin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana ganin Sheikh Ahmad Tijani yana ganin ubansa tun after 22 years cikin wannan daki to shi yasa tarihin Sheikh Ibrahim Anyas wannan duka ya zama na abu ne na dadin kai a gare mu duka to shi yasa muna kara ma wannan filan da ya kai karfafa shi a karatu ga mu duka
sai Allah kara mana albarkar sa. To jama'a halwa yau dai muna cikin hadaran masoyin namu da yake cewa tajalla biyal mahabubi haqqan wa qala li abraham abdul zati fi kulli hadaratin mun dai zo hadara na farko inda yake cewa fa subhana rabbi daka ruhi tajalliya sannan mun ka zo hadara na biyu inda yake cewa walau sawaruni fil haqiqa lam yarau siwa shakhs mahbubin bihi na tamattau yanzu ma cikin hadara na karshe shehu ya zo Kano ya ga jama'a hal jama'a ya ce wa aina barhamu wai barhamu nan da ake fadi wadin naki wadin na barhamu aina barhamu wama barhamu hatta falau fi hubbi wahamu waina barhamu wama barhamu hatta falau fi hubbihi wahamu والله لولا أنني فنيت في شيء أحمد العياميت جئت لقوسا وقعني بكنو سر الهجود مركز الأسرار جزاك الله خيرا شيخ لدى بيور اتشوى أين برهام توقع جماعة مد البصر قوة وين أصنع برهام shi tambayi kanshi wa aina barhamu wato na barhamu kai wa ma bar wa meye ma barhamun tukuna wa hatta fano fi hubbihi wa hamu har kuka kare cikin soyayya kuka dima wace yace wallahi laula annani fanaitu fi ahmadin yace haya amitu in ba don to babu laifi to babu laifi haukan haifi to babu to babu laifi to ya ce wallahi laula annani fanaitu fi ahmadin in ba don na kare ba lokacin ba shi ibrahim shi ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu shi ke zaune wurin in ba don na kare cikin shi ahmad tijani ba ya ce aida kunya ya kashe ni to saboda haka wato shi bakon namu wato yana bukatan wato zai koma gida ya je ya huta saboda haka za a yi haihuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to sa'annan za a ci gaba da bada tarihin sa yanzu muna kan zancen shaiba radiyallahu ta'ala anhu hatta iyalin shaiba radiyallahu ta'ala anhu sukan zo su matsu in shehu ya tafiya ya zo Ghana ga ko Najeriya ko wani kasa sukan dade ba su ganshi ba ba su ma jin labarin sa yana nan yana yada faila yana shirwa ga addinin musulunci to akwai ranan da iyalan na suka hada kai suka kewaye Sheikh Ibrahim suka yi meeting kasan tsakanin mutun da iyalin sa komai ta yi ta gaya ma suka sami lokaci kai shehu muna so mu tambaye ka kai yanzu kai baka san kasufa bane ko kuma ga ka ko koshin lafiya ma ba ka da shi yace mun samu labari wani son ka tafi Saudi Arabia kana son ka je maka maka ga so nawa ka tafi yanzu ba ka da lafiya da suka yi fara fara suka kare shehu bai tanka su ba shehu ya je Dakar cikin wannan satin ya shiga jirgin sama shehu ka ji gashi nan za shi maka shehu murmushi cikin jirgin sama to daga nan ne ya ba su ansa yace ya kolona la taharuj suna cewa wa kan fita lissukumin sabida ba ni da lafiya wa maharamin nasufa shi cikin zuciya na ba su ansa wa qultu shifasu qumi wa qufi bi babihi ai maganin ciwo na shine ga gari sai gaban annan muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wato za mu yi haihuwa insha Allah yaso bayan an yi haihuwa an kare za a sallami sharifi yi mana addu'a in yaso akwai iyayenmu malumanmu da shehannanmu a ci gaba da ba mu tarihin wanda aka yi zama yau saboda shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum ka lura abin da shehu ya fara mana shi ne awwal wujudin wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
shine farko wato haske daga Allah da Allah wato ganin daman sa zai halicci mutum dan Adam lokacin da za a halicci annabi Adam alaihi salam an kazo aka halicci annabi Adam alaihi salam an ka doki annabi Adam an ga aje cikin aljanna shaydan shine farko wanda ya fara wato nuna wato kishin sa da kiyayya wato ga annabi Adam amma ba da annabi Adam yake ba saboda hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sa cikin annabi Adam shine Allah yake cewa walakad karamna bani adama Allah bai ce walakad karamna adam bani adam ya fada yana nufi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan hasken da Allah ya halice shi daga cikin hasken sa ya samu shekaru da yawa yana ma Allah godiya daban-daban-daban sannan da Allah ya halice annabi Adam ya dauki wannan hasken ya sa ma goshin sa mala'iku suna taruwa suna kallon wannan hasken annabi Adam ya tambaya Allah ya ce ai haske ne ke tare da kai na masoyina shi suke kallo sai annabi Adam ya ce ni ma da ina bukata ni ma in ta ganin su aka cire wannan haske aka dawo da shi goshin sa she su suna suka dawo gaban shi su suna ganin hasken amma shi bai gani kuma har wayo kuma ya kai kara aka cire wannan hasken aka sa wannan kan wannan yasa nasa na sababa to saboda haka ne idan mutum kana sallah in dai ka daga wannan yatsa to yana da wuya shedadi yazo yana ka maka wasu wasi cikin zuciyanka yana kin wannan yatsa to ana nan Allah subhanahu wataala wato ya dauki annabi Adam ya aje cikin aljanna ya nuna masa watan dukan ababan aljanna ya ce ka iya ka ci komai amma banda itaciyan ga to annabi Adam ya ga Hawwa watan cikin kaman mafarki cikin gengedi ya roki Allah ya taho masa da Hawwa albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tambaye shi kai da aka halice ka yau ya kai ka san akwai wani wanda ake kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ai Allah lokacin da wato ruhi na yazo kan idanu wala kana min al'arsh naga kan al'arsh an rubuta la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah nasan Allah kai ba za ka hada sunan ka da kowa ba she wanda ka fi so sai Allah shi annabi Adam yayi gaskiya ye tawassuli da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukuna sannan aka kawo masa Hawwa da aka kawo masa Hawwa sai Allah ya sa masa wato sha'awa zai tabe ta sai Allah ya ce ai bata zama matanka ba tukuna ba don baka biya sadaki ba sai ce ma Allah ai duk abin da ke cikin aljannan ga Allah ba nawa bane naka ne banda abin da zan bayar sadaki shi Allah ya ce wanda kai tawassuli da shi an ka taho maka da Hawwa nan to kai masa salati to shi ya zama salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mun ka zauna nan yau saboda shi shi ya zama sadakin annabi Adam da Hawwa yayi tawassuli da shi sa'annan aka daura mai aure da Hawwa kuma shaydan ya shigo ya biyo su wurin ya musu rantsuwa yace Allah bai ce ka ku ci wannan itace ba idan kuka ci wannan itace ga abinda za ku samu ga abinda za ku samu za ku zo ku yi wani sarauta da yake bai da iyaka shikenan daga nan shebi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wai inda ne Allah ya ce kan ci ɗiyan itacen ga ya ce wallahi da itacen gaba ɗaya zan cinye ta gaba ɗaya sirrin abin da yasa Allah ya ce mu mun ka ce ma Adamu kai ci wannan itace mun ka sa masa mantuwa saboda a dawo da su duniya cikin haife-haifen da za su yi zo su haifo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrin kenan sannan wannan haske guda-guda wata muna zance a gurguje saboda wannan bako namu za a sallame shi je ya huta wannan haske guda-guda yana ciruwa daga wannan annabi ya koma wajen wannan annabi daga wannan annabi ya koma wajen wannan annabi har hasken ya zo wajen Abdullahi uban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mata kuma Allah ya yi musu wani baiwa da yara
mata in suka ga mutum wanda ke zai zama wani abu wata rana suna ganewa, sai ga suna son shi da yara, sai ga maza kuma suna kin shi. Duk wanda zai zama wani abu kaga maza suna kin shi, amma mata suna son shi. To kowanne mace tana bukata ta sadu da Abdullahi uban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda hasken nan da ta gani ko wata ke da cikin saduwan nan hasken ya dawo mata. Da aka haka aka ce to a ai ya kamata a gaggauta ai ma'annin Muhammad sallallahu alaihi wasallam aure. Aka je aka duba na mace wanda take mai usuli ita ce kakanmu na Amina, an ka daura musu aure. Bayan an daura musu aure cikin watan Rajab daren Juma'a da ya bina'i da ita, shi hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi ya dawo wajenta ta dauki cikin banzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun farkon wata she ta ga wani mutum ya zo mata bata san shi ba, she Amina na zo yi miki bushara aikin dauki cikin fiyayyen halitta, kai ina son tambaye ka don Allah kai, she ce ai ni ne Adamu alaihi salam. Bayan ya ta wata nabi wani kuma daban ya zo aikin dauki cikin wanda aka yi duniya da lahira wuta da aljanna saboda shi, kai wani ne annabi Nuhu. Haka nan har dai ya kai wajen wata tara, da wata taran ya kai lokaci kenan da za mu samu fiyayyen halitta, nanan uwanmu nana Amina ta fara ganin ababa masu ban mamaki daban-daban. Ana nan ga mata suka shigo mata, ke ce wane ne iha kuri ban gane ki ba, ta ce ai ni ne Hawawu, nana Hawawu matan annabi Adamu, mun zo ne tarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ga wata kuma ta zo ta ce ai ni ce bare uwan annabi Isa. Ga wata ta zo kuma ni ne Asiya matan Fir'auna. To ana nan ita uwanmu nana Amina Allah ya kwaranye mata ta ganin mama kayya ga tuta na an dora shi ɗaya kan Ka'aba, ɗaya na Maghrib, ɗaya na can gabas, duka saboda albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tana nan haka watan sai ga wata tsuntsuwa ta shigo jikinta, wato zidari ne ba adun da ba cikin jikinta, ta zo shi tana shafan kirjinta, shi ta samu natsuwa da kwanciyar hankali, sai ga wani bawan Allah kuma mala'ika ne ya taho mata da wani wata madara, shi ya fi madara daɗi, ya fi zuma zaƙi, gashi kuma da sanyi ya ba ta sha, tana sha shi ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فامينة إن نسب سبابة ثم اقترى بسدة المبتيل تربي بمن شفيء بما تقل بديء حبيبي يا محمد علم بشار المولد شار الولا والسدد شار النبي أحمد شار الربيع الأول يعني يا تربي بمن شفيء بما تقل بديء حبيبي يا محمد علم بيو من يدي ما مثله من يدي كلا في المولود في ما لزوالي يعني يا تربي بمن شفيء بما تكلم دي حبيبي يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا حبيب الله، سلام عليك يا خير خلق الله، سلام عليك يا صاحب الكرامات، سلام عليك يا صاحب الفضيلة، سلام عليك يا صاحب الشام، سلام عليك يا موصوف بالكرم والجود، سلام عليك على الحق حق بالحق كنز العظم، السلام عليك يا عين الرحمة ربانية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا سارك الوعد، يا مفيا بالعهد، يا منجز الوعد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربي أسألك من فضلك، بفضلك وبجودك، من جودك وبمجدك، من مجدك وبكرمك، من كرمك أن لا تميتنا حتى تخشف عن حجاب الذنوب والشهوات، وأن تفيد فيدا من بحر العرش العظيم، ورسولك الكريم
وذاتك العظيم. سبحانك اللهم صلى الله عليك يا عين الله ويا سر الله ويا نور الله ويا عيناني ويا سيناني ويا نوناني. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقل قول خاتب لما سبقنا سراج لك والآجل سرالك المستكم وعلى آلية كرون دار العزيز. اللهم اجعل هادي الله يجازيكم سيدنا الله يجازيكم. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة مباركة إن شاء الله على جميع المسلمين والتجانيين وأيضا على الشيوخ والآئمة والمقدمين والخلفاء إن شاء الله وكل من كانت له حاجة أن تستجاب يا رب العالمين. الله يحفظكم ويرعاكم ويفتح عليكم أبواب الأرزاق إن شاء الله. الله ييسر لكم رزقا واسعا وييسر لكم زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة الشيخ تيجاني وزيارة الشيخ إبراهيم نياس. كل من ليس له العمل أن يجد العمل وكل من كان مريضا أن يشفيه الله. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحافظا ومعينا. اللهم افتح عليهم بحور الخيرات والبركات. اللهم يسر لهم إن شاء الله طول العمر والصحة والعافية. ولكن نطلب مع هذا الجد والاجتهاد في الدين الإسلامي فالطريقة التجانية هي تقربكم من الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يحضر الإنسان في الصلوات الخمس ويحضر الوظيفة لأن هذا كله تقرب من الله سبحانه وتعالى. ما وصل سيدي علي حرازم والشيخ تيجاني إلى هذا إلا بالجد والاجتهاد مع الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى يقول اذكروني أذكركم ومن تقرب إلي بشبر تقربت إليه بذراع ومن تقرب إلي بذراع تقربت إليه بباع. فالله يعينكم واجتهدوا كثيرا إن شاء الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للشيخ تيجاني مشافهة إنك حبيبي وكل من أحبك حبيبي وكلنا أحببناه وأصحابك أصحابي وفقراءك فقرائي وتلامذتك تلامذتي كلهم محررون من النار وسوف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب إن شاء الله. وأنتم تعلمون أننا في هذه الدار وهي دار لمن لا دار له وهي دار فناء وغرور ومصائب تنسي كل سرور. عزيزها ذليل وكثيرها قليل وحيها يموت وخيرها يفوت ولا يركن إليها إلا أحمق أم البصيرة. والدار الآخرة هي المرجع والمآب وتقوى لا خير زاد أكثر التواب. فاتركوا الغفلة وما بعد الحياة إلا الممات وما بعد سكن هذه القصور إلى القبور. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وهو الحي فادعوه مخلصين له الدين. عباد الله إن الفرح بالدنيا هو الغرور بل الفرح بالآخرة هي السرور. وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الدار الفانية. وبادروا دائما بالأعمال الصالحات فما عند الله خير وأبقى وله الدنيا أشر وأشقى. فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وسامحونا إن شاء الله عندنا سفر في الصباح إلى كومسي عند الشيخ عبد الودود. أكون 3 أيام ولكن بعد رجوعي إن شاء الله مباشرة أسافر إلى المغرب لأن لي مولد إن شاء الله في آخر الشهر في 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 تشاد. لابد أن أدخل المغرب وأخذ الفيزا وأسافر إلى تشاد إن شاء الله. ولا ننساكم ليل نهار في داخل الضريح وأينما كنا
وكل من أراد أن يأتي للزيارة فالبيوت عندنا كثيرة للضيافة. فمرحبا وألف مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا. أريد أعطي المغرب إن شاء الله. مرحبا. ذهبت إلى كولا. أريد الزيارة إن شاء الله. بسم الله. شو يا مكوا الدعاء كما يا لو يا لو يا لو الكولي زي شو كما سي إني داو زي زو شريعة في المغرب إيش بزي من تاد كوا با إن شاء الله. لا إله إلا الله يا الله 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 يا الله 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 أزونا أزونا الله يا الله 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 يا الله 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 شو 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 شو